أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف هام يتعلق ببدء جلسات محاكمة قضية الدخان المعروفة، واليوم بجوز حجم بث المحاكمات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كان كبيرا، اهتمام الناس كان فيها كبير. للحديث عن هذه القضية وعن آخر مداولاتها معنا على الهاتف الأستاذ المحامي الدولي الأستاذ فيصل الخزاعي الفريحات. أستاذ فيصل مساء الخير. الله يسعد مساك ومساء الوطن الغالي والجميل. يعني أستاذ فيصل، يعني إحنا نعرف وندرك أنك تتابع القضايا الكبيرة والهامة بين هذه القضية، وأنك يعني موسوعة نعتز بها. كيف سارت الأمور أول يوم يعني حسب قراءتك ومتابعتك؟ ابتداءً أسعد الله مساءكم ومساء هذا الوطن الغالي وهذه القيادة التي نعتز ونفتخر بها. أسعد الله مساء كل العاملين على قناة اليرموك، هذا المذياع الذهبي الذي نعتز به ونعتز بكل العاملين في قناة اليرموك حقيقة، التي تتحسس نبض الشارع وإلى مسافة واحدة من ما يجري على الساحة من أحداث ومن إحداثيات. تسلم. أخي العزيز أشكرك على سؤالك الهام. ابتداء اليوم طبعا يعني حسب التوقيت المحدد لموعد الجلسة تم فتح الجلسة في محكمة أمن الدولة اليوم الساعة 11 حسب الموعد المحدد. نعم. وهذا يعني كان يعني إنجاز من احترافية العاملين في محكمة أمن الدولة والقائمين والمدعين العامين والقضاء أصحاب السعادة القضاء وأصحاب السعادة المدعين العامين أنها تمت في الوقت المحدد المشار إليه والمحدد أيضا، بالرغم من الحشودات الكبيرة من يعني من كل المواقع الإعلامية والتلفزيونات والمحطات العالمية وأيضا من الأهالي والمهتمين بالشأن الداخلي وزملائنا الأعزاء من المحامين. حقيقة اليوم يعني كان هناك بداية قدم أصحاب يعني أصحاب السعادة زملائي من المحامين بياناتهم الدفوعية ودفوعهم كاملة ابتداء من الأستاذ سميح خريس والأستاذ حسام أبو رمان وإلى غيرهم من الزملاء الأعزاء، دفوعهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بهذه القضية. حقيقة قدموا دفوعهم ويعني وكانت دفوع يعني ذات قيمة، لكن للأمانة هي ابتداء كما تحدثت أنا من بداية هذه القضية، لأن قضية رأي عام هي من اختصاص محكمة أمن الدولة، لأنها تعتبر جريمة اقتصادية بكامل أركانها وبكامل عناصرها. نعم، يعني هذا يفسر أنك طلبت في البدايات أن تحول إلى محكمة أمن الدولة. نعم، أنا من أول نعم أنا من بداياتها يعني بعد خروج الأخ بعد خروج عوني مطيع خارج الأردن كان هناك استضافة لأكثر من محطة تلفزيونية، وأنا كنت يعني من المتحدثين بقوة أنها يجب أن تحول إلى محكمة أمن الدولة كجريمة اقتصادية موصوفة ومكتملة العناصر لأكثر من سبب، والسبب الرئيسي أن هناك كان مس بأكثر من 10 قوانين تمس الصحة العامة والضرائب وخزينة الدولة، وكلها كانت حقيقة هاي تنشأ عنها جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي الوطني والأمن الاجتماعي والأمن الصحي وإلى غير ذلك من القوانين التي تم اختراقها بهذه القضية. نعم. أستاذ فيصل، يعني الآن هم قالوا بعدم اختصاص المحكمة، رد عليهم القاضي ولا في الجلسة القادمة؟ نعم، اليوم كافة الطعون التي قدمت من وكلاء الدفاع، نعم كافة الطعون بعدم اختصاص هذه المحكمة محكمة أمن الدولة، وأنا أقول محكمة أمن الدولة هي محكمة دستورية وتعمل على الساحة الأردنية واكتسبت الصفة الدستورية والشرعية في العمل تبعها، بغض النظر هل هي في جانب عسكري وفي جانب مدني، يعني هناك قاضي مدني وهناك قاضي عسكري، وبالتالي الطعون تم ردها في نهاية الجلسة، تم رد هذه الطعون التي قدمت من وكلاء الدفاع زملائي المحامين الأعزاء، تم ردها وتم تأجيل الدعوة إلى 26 من هذا الشهر من الشهر الجاري. جميل. الآن يعني خذنا على قد عقلنا القانوني شوي. الآن بطل. المتهمين الرئيسيين سئلوا سؤال مذنب ولا مش مذنب. الآن المتهمين الرئيسيين قالوا إحنا مش مذنبين. ماذا يعني ذلك؟ ولماذا هذا السؤال مذنب أو غير مذنب؟ والآن إحنا نعرف إن المتهمين بعدنا أستاذ فيصل. نعم. نعرف إنه المتهمين كانت لهم اعترافات أمام الإدعاء العام. هل معنى كلمة غير مذنب كأنه يشير إلى أن اعترافاته أمام الإدعاء العام يشابه شيء؟ يعني فهمنا هاي المعادلة كلها بعد إذنك.
شكرا سيدي على هذا السؤال الهام. شكرا شكرا حقيقة. يعني في النهاية عندما وجه يعني عطوفة رئيس المحكمة أو رئيس الجلسة الدكتور العقيد القاضي محمد بيك العفيف إلى كل الأظناء، نحن نقول الآن في لائحة اتهام وفي أظناء الآن أنهم مذنبين أم غير مذنبين، جميعهم قالوا أننا غير مذنبين. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، وأنا اسمح لي أن أقوله من خلال هذه القناة التي نحترمها ونقدرها ولها جماهيرها، إذا من هو المذنب؟ إذا عوني مطيع مش مذنب، وإذا فلان مش مذنب، وإلا منير عويس مش مذنب، وإلا غير ذلك من الأسماء يعني التي يعني كانت مذكورة في لائحة الاتهام. إذا من هو المذنب؟ من هو المجرم؟ من هو الذي ارتكب جريمة التقليد والتزوير والتهريب وإدخال الماكينات؟ ومن سهل ومن حرض ومن ساعد ومن شارك؟ إذا هي يعني هي عاد هاي كلمة غير مذنب هي من أجل حمايتهم لاحقا، أننا يعني أخذوا أقوالنا تحت الإكراء وتحت الضغط. وهذا الحكي للأمانة أقول لك إياها، هناك اعترافات ثابتة من يعني من الأظناء وكلها مذكورة في محاضر، وهناك يعني كان يعني النيابة العامة للأمانة اشتغلت بمهنية عالية وحرفية عالية في هذه القضية، لأن قضية رأي عام ورأس السلطة في الدولة الأردنية مهتم بهذه القضية من أجل كسر ظهر الفساد. نعم أستاذ فيصل، تتوقع أن تطول مداولات القضية؟ يعني يعني بخبرتك يعني الحكم سيكون قريب متوسط المدى، يعني كيف ترى؟ أخي العزيز، لغاية الآن نحن يعني هلا شهود النيابة العامة يعني يعني ما يعني تقريبا حوالي 42 إلى 43 شاهد من النيابة العامة. هذول الشهود النيابة العامة جميعهم ستسمع يعني شهاداتهم أمام يعني أمام محكمة أمن الدولة الموقرة. وبالتالي أنا قناعاتي أو تقديراتي عفوا هي ستطول هذه القضية، لأن هناك شهود النيابة العامة أعداد كبيرة عدم المؤاخذة، وأيضا كمان هم سيقدمون بياناتهم الخطية وبياناتهم الشخصية. نعم ستطول هذه القضية، لكن أنا كما سمعت اليوم من يعني من عطوفة رئيس محكمة أمن الدولة أن هناك سيكون استعجال بهذه القضية، والجلسات لن تتعدى كل جلسة الـ 14 يوم أو الأسبوعين، سيكون هناك جلسات في معدل تقريبا من أسبوع إلى 10 أيام في جلسة حتى ينجزوا هذا الملف، لأن أولا وأخيرا كما تحدث عطوفة الدكتور محمد العفيف أنها هي قضية الآن قضية رأي عام اللي إلى غير ذلك أنها موجودة على بساط العدالة، لكن هم حقيقة محكمة أمن الدولة تسرع في كثير من القضايا، ليس هذه القضية وإنما في كثير من القضايا، وتنجز كثير من القضايا لأنها حقيقة تشتغل بمهنية عالية وحرفية عالية. لو فاجأنا أحد المتهمين باعترافات على أسماء جديدة أو أخرى، هل ستضمن القضية أم أن المسألة كيف تدار قانونيا؟ لا عمليا اذا احد اظن ادى باعترافات باسماء جديده، وهذا السؤال قبل اسبوعين اوجه لي، هل هناك اسماء جديده؟ اذا فعلا اذا قام احد الاظناء يعني بالادلاء باعترافات جديده وباسماء جديده، ستكون هناك قضيه جديده، ستفتح ملف جديد بقضيه جديده استكمالا لهذه القضيه، وستاخذ رقم جديد وستنحى نفس المنحه التي اخذتها هذه القضيه المنظوره الان امام محكمه امن الدوله الموقره. هناك في توقعات ان هناك اسماء جديده، في توقعات ان اسماء جديده ستطرح على الساحه وسيكون هناك تحقيق جديد، وانا من الناس الذين طالبتم للامانه اقول لك اياها اخي عمر استاذنا الكبير والغالي ان هناك القضيه ليست قضيه من 2016 لغايه الان، القضيه مفتوحه من 2007 يعني الفنين او عوني يطيع لم يستمر من 2016 لغايه الان، هناك من 2004 إلى أن بدأ العمل من 2007 لغاية الآن، من سهل ومن قام ومن شارك ومن قام، يعني كل الإجراءات التي من 2007 لغاية الآن يفتح فيها تحقيق من مديرين الجمارك السابقين، من رؤساء الحكومات السابقين، من مدراء المعاصرات والموقعين السابقين. أنا أقول القضية ليست القضية على دور يعني القليل وصاحب الجنود، إنما هي قضية سابقة من أكثر من 12-13 سنة ولغاية الآن. لماذا يكون وصاحب مود هو عبارة عن كبش فداء أو هؤلاء عبارة عن كبش فداء؟ القضية يجب أن تحقيق فيها فداء من 2007 لغاية الآن مع كل من استلم دائرة الجمارك، مع كل من استلم رئيس وزراء. ملاحظة مهمة. نعم ملاحظة مهمة.
بدي أشكرك شكر جزيل على وقتك وعلى كل هذه التعقيبات القيمة والوازنة. شكرا لك الأستاذ المحامي الدولي فيصل الخزاعي لفريحات على كل ما قدمت. شكرا شكرا أستاذ فيصل. إذن أعزائي المشاهدين، يعني شكر خاص للأستاذ فيصل على كل هذه المعلومات القيمة.